لاعبات تحديدا لو هنتكلم سيدات الاهلي للكره الطايره، طبعا متالقات كالعاده، سواء بتتكلم على مستوى البطولات طبعا اللي بيحققوها مع الاهلي او حتى مع المنتخب، هنحكي في كل ده وهنتكلم. بس خليني اقول على حاجه بس قبل ما نبدا طبعا، واعرف حضراتكم بضيفتنا اول مره او من المرات النادره اللي بلاقي بنت اطول مني يعني. فيعني خلينا نرحب بضيفتنا العزيزه ايه خالد، لاعبه الفريق الاول للكره الطايره بالنادي الاهلي. صباح الهنا وبجد منورانا يا ايه. صباح النور، بنورك، شكرا قوي. صباح الخير عليكي طبعا يا ايه، ويمكن مجهود كبير جدا بذل بالنسبه لكم، واجتهدتوا وقدرتوا ان انتوا تحققوا. بالنسبه لك انت طبعا على المستوى الشخصي قدرت ان انت تحققي طبعا افضل سنتر بلوك في افريقيا مع منتخب مصر، امور بتكون فيها صعوبه شويه لكن ربنا ما بيكرم، الامور بتختلف بشكل كبير. في البدايه بقى يعني لو هكلمك بقى من البدايه، البطوله الامور كانت ازاي؟ عايز ابدا معاكي من فندق الاقامه، لان بتبقى في صعوبه كبيره جدا في الاقامه والمعيشه اللي بتاثر عليكم بشكل كبير في المباراه. كلمينا من البدايه على البطوله. أيوة بصراحه الاول كان فيه صعوبات فعلا. فندق البطوله احنا اول ما رحنا الفندق ما كانش احسن حاجه خالص، رحنا اتفاجئنا ان الفندق في مكان زي سوق كده عشوائي، فالدنيا مش امان خالص ان احنا نقعد في فندق زي ده. فالجهاز الفني بتاعنا بتاع ما رضاش ان احنا نقعد في الفندق ده، واضطرينا ان احنا يعني قعدنا نلف على كذا فندق من الفنادق المخصصه للبطوله لحد ما لقينا يعني احسن الوحشين ان احنا نقعد فيهم، وقعدنا فيه بس عشان نبقى قاعدين في مكان امن يعني. ده كان اول حاجه. ثانيا برضو الملاعب، كان بس الملعب الرئيسي هو اللي كان كويس، كان في ملعب تاني فرعي وملعب بنتمرن فيه، دول ما كانوش احسن حاجه. الارض مش مستويه قوي، فبرضو كان خوف ان احنا ممكن نحصل لنا اصابات. احنا اضطرينا نلعب ماتشين في الملاعب الفرعيه دي، فكانت مش احسن حاجه خالص. برضو ملعب التدريب ما كانش احسن حاجه، فدي كانت صعوبات كثيره واجهتنا في البطوله دي. طيب خليني برضو أبدأ معاك، يعني هل أثرت على اللعب وعلى الأداء ولا لا؟ لا ما يعني ما أثرتش، يعني حوار الفندق ده احنا يعني اتصرفنا فيه وخلاص تمام. البطولة الملعب احنا بس لعبنا فيه ماتشين والحمد لله، كان ماتشات السهلة، فما كان كنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا نخلص الماتش بسرعة ومن غير من غير إصابات، من غير أي إصابات عشان عندنا ماتشات قوية بعد كده. أنت طولك كام أصلا يا إيه؟ أنا 185. ما شاء الله، لا انت كده اطول بكتير. انا كنت فاكره 170 مثلا. ما شاء الله، لازم الطول ها، لازم ده شرط اساسي ولا مش شرط؟ مش شرط اساسي، بس كل الطول يعني بيساعد اكتر، كل ما تبقي طويل اكتر كل ما حاجه احسن يعني. حلو جدا. ازاي قدرتوا بقى توصلوا للمرحله دي، او ازاي انت قدرتي تحصلي طبعا على اللقب في ظل الصعوبات دي؟ لان الصعوبات دي اكيد بيبقى لها تاثير طبعا. ان انتوا توصلوا لهذا الامر ده يحسب ليك ويحسب للجهاز الفني. كلمينا صعوبه البطوله وازاي قدرتي تحققي هذا اللقب. البطوله كانت صعبه، بس الجهاز اللي كان معانا كان بيحاول دايما ان احنا نتفادى الصعوبات دي بسرعه. واحنا من الاول كان هدفنا ان احنا عايزين نوصل للفاينل وعايزين نكسب البطوله دي، فكنا بنحاول ان احنا اي صعوبات نتغطاها بسرعه، اي حاجه مش مشكله نعدي اللي بعده، احنا عندنا بطوله مهمه ولازم نركز فيها. فكنا بنحاول ان احنا نركز بس في لعبنا، والجهاز بتاعنا هو كان بيحاول ان هو يعني يبعد عننا اي مشاكل او حاجه، بس ده اللي خلانا ان احنا نقدر احنا نلعب احسن حاجه عندنا، ادينا بطوله كويسه والحمد لله قدرنا نحصل على حاجات كويسه.